زار النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوم مركز التدريب المهني في المحافظة واستمع من مديره شرحا عن إقامة دورات تدريبية حرفية للعاطلين عن العمل في مجالات عدة من الحلاقة الرجالية والخياطة النسائية وغيرها. كما طلع إسماعيل الهلوب على ورش العمل المقامة والتي يشارك فيها العشرات من أبناء المحافظة، مؤكدا أن حكومة المحافظة تدعم مركز التدريب المهني في صلاح الدين لما يقدمه للمتدربين العاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين من مهارات مهنية تسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وخاصة فئة الشباب.